شرب كوب ماء قبل كل وجبة يساعدك في تنظيم عملية الهضم. قلل من مقدار الطعام اللي تتناوله في كل وجبة تدريجياً، وقلل من تناول الأطعمة اللي تحتوي على الدهون. وادروا عنكم الدهون كلها هذه، لأنها ما منها فايدة، تتخزن مباشرة في خلايا الجسم وبعدين بتسبب لك زيادة في الوزن. تناول الفواكه الطازجة والخضروات بعد، لا تقصرون معها. الأطعمة اللي تحبها تناولها، لكن بكميات قليلة وعلى فترات متباعدة. ابدأ طعامك بتناول طبق من الخضروات أو السلطة بدون زيت. تناول طعامك ببطء ولا تستعجل عشان تمضغ بشكل جيد. للناس اللي تنام مباشرة بعد الأكل نقولهم غلط، تجنبوا الأكل بعد النوم مباشرة، وأيضا وجبة العشاء خلوها خفيفة.